السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هعمل مع حضراتكم كيكة جميلة جدا وخفيفة جدا، اسمها اسبانيا كيك او كعكة وهريسة جوز الهند. هنبدأ ان شاء الله المقادير. المقادير عبارة عن 3 بيضات كبار، لو ما عنديش بيض كبير يبقى 4 صغيرين، ومعاهم رشة فانيليا. هنزل عليهم بكوباية سكر. بسم الله، هدوب الكلام ده كله مع بعضه لحد لما السكر يدوب. بعد ما بقى الخليط لونه ابيض وفاتح كده زي ما حضراتكم شايفين كده، هنزل عليه بلبن رايب. لبن رايب، لبن زبادي، الاثنين ينفعوا ان شاء الله. كوبايه، وانا معايا كل المقادير دي بالكوب المعياري اللي قدام حضراتكم، وحجمه 250 مللي. بعد كده ان شاء الله هنزل بالزيت بالتدريج كده واحده واحده، وده الكوب المعياري قدام حضراتكم اللي انا معايا بيه كل المكونات. بعد كده هنزل بكوبايه دقيق زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا باكو كامل بيكنج باودر، واقلب. بعد كده هنزل بالسميد بعد ما اتاكد ان الدقيق كل التكتلات دي فيه اللي فيه دابت وفكت معايا، واقلب. بعد كده هنزل بكوبايه جوز هند ناعم زي ما حضراتكم شايفين، واقلب كل الخليط ده مع بعض. ده قوام الكيك زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا انزل بيه في صينيه دهناها بالسمنه او الزبده، مبدرها بالدقيق، وهسيبها لمده ساعه ترتاح، ساعه كامله قبل ما اسويها ترتاح. وقبل الساعه دي ان شاء الله هكون مجهزه الفرن على درجه حراره 180 على الشبكه اللي فوق، وهحط الكيك ان شاء الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اشوفكم ان شاء الله بعد ما تستوي. ده شكل الكيك بعد ما طلع من الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا اسقيه بالسيرب. السيرب بارد جدا والكيك سخن جدا لسه مطلعاه من الفرن. هقول بسم الله الرحمن الرحيم، اوزع كده السيرب. طب السيرب ده هقوله بدل حضراتكم في السريع عملناه ازاي. كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، عصره ليمونه كبيره، حطيتهم على النار لمده 12 دقيقه بالظبط بقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. هسيبها ان شاء الله لما تشرب السيرب وتبرد معايا، واقطعها واقدمها لحضراتكم باذن الله. برد الكيك معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، وقطعته وجملته بالجوز الهندي زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نطلع كده حته مع بعض. قولوا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه كده ما نستعجلش عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده حجمها وده ارتفاعها. ايه رايكم؟ هنقول بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حضراتكم ملهاش حل وريحتها تجنن. اتمنى ان حضراتكم تجربوها وتقولوا رايكم ايه. بالنسبه للمقادير ان شاء الله هنسيبها لحضراتكم كلها في صندوق الوصف. ويا رب الوصفه تكون عجبت حضراتكم وتنول اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع اسما فود.